هذا مدير الأمن العام اللي يهدد بالمشي وليس بالجمعة. ضمناً أكو يعني أكو عبالك مثل الحكام الآنيين يجرون على من صلاة الجمعة، هذا على الرغم من أنه هدام حبيبي، بس مو حبيبي أدب سيز مثل ذولا. سيدي ما قاصد المدح، بس عليه لعائن الله، بس ذولا هم أشد عليهم على عائن الله. سيدي ذاك أقلها دكتاتور وظالم، حتى من يمنع صلاة الجمعة متوقع منه حبيبي. نعم. بس الذولا يتوقع أن يمنعون صلاة الجمعة، ما عجيبة، وبإشراف الكذا والكذا القيادات الدينية.